السلام عليكم حبايبي طلاب جريد 4، ان شاء الله هنراجع مع بعض على اول 3 يونتس عندنا في كونكت بلس. هنراجع على يونت 1 2 كمان يونت 3. هنراجع في الاول على اهم الفوكاب. هنبدا بيونت 1، الجهاز الهضمي دايجستيف سيستم. دايجستيف سيستم، دايجستيف سيستم، الجهاز التنفسي ريسبيراتوري سيستم. ريسبيراتوري سيستم، ريسبيراتوري سيستم، هيكل عظمي سكيلتون. سكيلتون، سكيلتون، قلب هارت، 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 معدة ستومك، 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 دم بلود، 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 رئتين لانجز، 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 عضلة ماسل، 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 عظام بونز، 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 حاسة اللمس تاتش، تاتش، حاسة السمع هيرينج، هيرينج، حاسة الشم سميل، سميل، حاسة الإبصار سايت، 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 حاسة التذوق تيست، تيست، بطل تشامبيون، 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 وأخدنا بطولة تشامبيون شيب، ميدالية ميدال، 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 كرة طائرة فولي بول، فولي بول، عداء أو متسابق رانر، 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 شفرة كود، 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 أعمى أو كفيف بلايند، blind blind، رياضي لاعب رياضي أو لاعبة رياضية athlete athlete athlete، تي اتش هنا بننطقهم ساء. أهم الفوكاب اللي موجودة عندنا في يونت 2، فقاريات vertebrates vertebrates vertebrates، وطواط أو خفاش bat bat، زواحف reptiles reptiles reptiles، برمائيات amphibians amphibians amphibians، فراء أو فرو فر فر، منقار بيك بيك بيك، خياشيم جيلز جيلز جيلز، زعانف فينز فينز فينز، قشور سكيلز سكيلز سكيلز، لا فقاريات invertebrates 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 invertebrates، عندنا فقاريات vertebrates عكس فقاريات لا فقاريات invertebrates invertebrates، نعامة ostrich ostrich ostrich، ألوان أساسية primary colors primary colors primary colors، ضخم enormous enormous enormous، الحوت الأزرق blue whale blue whale blue whale، فهد leopard 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 leopard، كابوريا crab crab crab، حلزون snail snail snail، حبار squid squid squid، ألوان ثانوية secondary colors secondary colors، يبقى عندنا ألوان أساسية primary colors، ألوان ثانوية secondary colors، قنديل البحر jellyfish jellyfish jellyfish، حشرات insects insects insects. عندنا بعد كده أهم الفوكاب اللي موجودة في unit 3، مجتمع community community community، حي neighborhood neighborhood neighborhood، نادي رياضي sports club sports club، موسيقار musician musician، مواطنة citizenship citizenship، أنشطة activities activities activities، مهذب أو مؤدب polite polite polite، تاريخ history history، مقبرة tomb توم، البي سايلنت، الوجه البحري لور ايجيبت لور ايجيبت، الوجه الابلي ابر ايجيبت ابر ايجيبت، يوحد يونايت يونايت، متحف ميوزيوم ميوزيوم، كاتب سكرايب سكرايب، سائح تورست تورست، اللغه الهيروغليفيه هايروغليفس 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 هايروغليفس، سلالة حاكمة داينستي داينستي داينستي، وجمعها داينستيز، نبات البردي papyrus reeds papyrus reeds papyrus reeds papyrus reeds، فرعون فيرو فيرو فيرو، هرم pyramid pyramid، رموز symbols symbols symbols. بعد كده هنراجع على ايه؟ على اهم الجرامر اللي عندنا في يونت 1. كان عندنا ايه في يونت 1 في الجرامر؟ the present simple tense، زمن المضارع البسيط، بيتكون من ايه يا اولاد؟ من الفعل في الانفينيتيف لما يكون عندنا اي او يو او وي او زي او اي اسم جمع، لما الفاعل يعني يكون اي او يو او وي او زي او اي اسم جمع، الفيرب بيكون في الانفينيتيف. ف
في المصدر بدون أي إضافات. طيب لو السبجكت، لو الفاعل عندنا كان هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد، بنضيف للفعل إس أو إي إس أو أي إي إس حسب نهاية الفعل. طبعا أنتوا شطار وعارفين القاعدة دي كويس جدا. طيب لما نيجي نعمل نيجاتيف، لما نيجي ننفي في زمن المضارع البسيط، اللي مش بيحبوا الإس بننفيهم بدونت، واللي بيحبوا الإس بننفيهم بدازنت. سواء عندنا دونت أو دازنت لازم الفيرب يكون في الإنفينيتيف في المصدر بدون أي إضافات. طيب لو إحنا عاوزين نعمل سؤال في زمن المضارع البسيط، هنعمل سؤال بمين؟ هنجيب دو أو داز في أول السؤال، والسؤال هيكون معناه هل، وهنجاوب عليه لإما بيس أو بنو. طبعا يا ولاد دو بتروح مع مين؟ مع اللي مش بيحبوا الإس، وداز بتروح مع اللي بيحبوا الإس. انتوا عارفين الجرامر، القاعدة. زمن المضارع البسيط سهل جدا وفي نفس الوقت مهم جدا جدا جدا. ماشي حلوين؟ طيب كان عندنا في يونت 2 في كونكت بلس في الجرامر الكمباراتيف والسوبرلاتيف، المقارنة والتفضيل. بس بين مين؟ بين الشورت adjectives، بين الصفات القصيرة. في الأول عاوزين نعرف يعني إيه comparative، يعني إيه مقارنة. مقارنة يعني بنقارن بين شخصين أو بين شيئين أو بين حيوانين في صفة من الصفات. كنا يا ولاد بنجيب الصفة القصيرة وبنضيف لها ER وبعد كده than. ناخد example: the African elephant is bigger than the Asian elephant. جبنا الصفة big عشان هي صفة قصيرة، ضفنا لها ER وبعد كده than، وطبعا ضعفنا حرف الجي عشان قبله حرف vowels، قبله حرف متحرك اللي هو letter I. وعندنا طرفين المقارنة اللي احنا بنقارن ما بينهم: the African elephant و the Asian elephant. بعد كده هنتكلم على superlative، التفضيل. التفضيل يعني يا أولاد بنقارن بس بين أكتر من اتنين، مقارنة بس بين أكتر من اتنين. لو اتنين بس هيبقى فيه comparative مش superlative، أوكي؟ أو ممكن نقول إن superlative التفضيل، بفضل واحد على مجموعة في صفة من الصفات. طيب كنا بنعمل إيه يا مس في السوبرلاتيف للصفة، للصفة القصيرة؟ كنا يا ولاد بنجيب قبلها ذا وبنضيف لها ET. ناخد example: A frog is the smallest vertebrate. الضفدع بيكون أصغر حيوان فقاري، أوكي؟ تمام. طبعا جبنا الصفة small وهي صفة قصيرة، ضفنا لها ET وجبنا قبلها ذا. بعد كده هنعمل إيه يا ولاد؟ بعد كده هنراجع على الجرامر اللي موجود عندنا في يونت 3. هنراجع على البوزيسيف بروناونز وكمان البوزيسيف adjectives، ضمائر الملكية وصفات الملكية. طبعا انتوا عارفين السبجكت بروناونز ضمائر الفاعل، الاي واليو والهي والشي والوي والزي والات. طيب عاوزين نعرف بقى صفات الملكية منهم. اي تحول الى ماي، يو يور، هي هيز، شي هير، وي اور، ذي ذير، it its. بعد كده يا ولاد هنتكلم على ضمائر الملكية. ضمائر الملكية هم صفات الملكية بس بيكون آخرهم s. your تحول إلى yours، his هيفضل زي ما هو his عشان آخره s، her hers، our ours، their theirs، its ملوش ضمير ملكية. بصوا آخرهم إيه؟ s. yours، hers، ours، theirs، وhis آخره s أساسا، فمش هنضيف له s. مين بقى يا ولاد اللي بيتغير؟ ماي يحول الى ماين، يبقى صفه الملكيه ماي، ضمير الملكيه منها ماين. طيب يا مس عاوزين نفرق في الاستخدام بين صفات الملكيه وبين ضمائر الملكيه. صفات الملكيه يا ولاد دايما بيكونوا متبوعين باسم، يعني لازم يجي بعدهم اسم. زي مثلا لما اقول ماي كار العربيه بتاعتي، ماي كات القطه بتاعتي. أما ضمائر الملكية بيجوا في آخر الجملة بنسبة 99%، دايما بنلاقيهم في آخر الجملة. طيب يا مس ممكن يجوا في أول الجملة؟ آه، بس بنسبة صغيرة جدا، يعني بنسبة 1%. ماشي يا أولاد؟ طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ هنحل التست بقى على 3 units، تست 16. أول سؤال زي ما احنا متعودين بيكون سؤال listen، عن إيه؟ عن البيردس. Number one: birds don't have. الطيور ما بيكونش عندهم ايه؟ ما بيكونش عندهم فر، فرو. Number two: birds are not blooded. الطيور من ذوات الدم ايه؟ warm blooded، من ذوات الدم الحار. Number three: birds have not which are made of bone. الطيور بيكون عندهم ايه؟ والحاجة دي بتكون مصنوعة من العظام، بيكون عندهم beaks، مناقير. Number four: their beaks are not shapes. المناقير بتاعتهم أشكالها بتكون إيه يا أولاد؟ different shapes، أشكالها بتكون مختلفة.
read and complete the dialogue. عندنا breathe يتنفس، food طعام، liquid سائل، digestive هضمي. الديالوج بين علي وبين أحمد. علي بيسأل وأحمد بيرد عليه. Hello أحمد، what was your science lesson today about؟ درس الساينس كان عن إيه النهاردة يا أحمد؟ فقال له hello ألي، it was about important systems in our body. درس الساينس كان عن الأجهزة المهمة اللي موجودة في البادي بتاعنا، اللي موجودة في الجسم بتاعنا. What's the system that we use when we eat and drink؟ طيب إيه هو الجهاز اللي إحنا بنستخدمه لما بناكل أو بنشرب؟ We use our digestive system. إحنا بنستخدم الجهاز الهضمي لما بناكل وكمان لما بنشرب. Is there a special liquid؟ هل في سائل خاص in the stomach؟ في المعدة؟ قال له yes in the stomach. A special liquid changes the food. قال له أيوة في المعدة بيكون في سائل خاص هو اللي بيحول إيه؟ the food، بيحول الطعام into energy that we need، إلى طاقة، والطاقة دي إحنا بنحتاجها. فرد علي عليه في الآخر وقال له that's amazing، دي حاجة مذهلة. Read the following text. There is a long history of traditional crafts in Egypt. يوجد تاريخ طويل للحرف التقليدية في مصر. Two of the most popular crafts، اتنين من أشهر الحرف هما إيه؟ الخيامية and carpet making، صناعة الخيامية وكمان صناعة السجاد. In the past، في الماضي، tent makers، صانع الخيام، created كيامية، عملوا الخيامية. ليه؟ To decorate huge tents، عشان يزينوا الخيام الضخمة. For weddings and other family occasions، عشان حفلات الزفاف وكمان عشان المناسبات العائلية الأخرى. كيامية باترنز are beautifully designed، التصميم بتاع الخيامية بيكون جميل جدا. Using different colors، بيستخدموا في التصميمات دي ألوان مختلفة. Today، هذه الأيام، you can buy كيامية in many traditional stores and markets، تقدر ان انت تشتري الخيامية من المحلات او من المتاجر التقليدية الكتير، and markets وكمان من الأسواق. Carpet making is another Egyptian craft، صناعة السجاد بتكون صناعة أخرى مصرية. A skilled person can work quickly، الشخص الماهر بيقدر إن هو يعمل بسرعة، يعني بيقدر إن هو يصنع سجاد بسرعة. But it takes many years to learn how to make an Egyptian carpet، بس ممكن صناعة السجاد تستغرق سنوات عديدة عشان تتعلم إزاي تعمل أو إزاي تصنع سجادة مصرية. The patterns are bright and colorful، الأنماط بتاعة السجاد، أنماط السجاد المصري بتكون زاهية وكمان ملونة. نشوف الأسئلة. Choose the correct answer. Number one، the underlined word huge means very، كلمة huge اللي تحتها خط معناها very إيه؟ huge ضخم. طيب يعني إيه ضخم يا مس؟ يعني very big، يعني كبير جدا. Number two، we can buy كيامية in many traditional and markets، احنا نقدر ان احنا نشتري الخيامية من ايه التقليدية وكمان من الأسواق، من الستورز، من المتاجر أو من المحلات التقليدية وكمان الأسواق. Number three، this text is about نقط in Egypt، النص بيتكلم عن ايه في مصر يا أولاد؟ بيتكلم على crafts in Egypt، الحرف اليدوية في مصر. Number four، what are the most popular crafts؟ إيه هم أشهر الحرف اليدوية اللي موجودة في مصر؟ هما اتنين، كيامية and carpet making، صناعة الخيامية وصناعة السجاد. بس طبعا إحنا هنكتب إجابة نموذجية، فهنشيل crafts وهنكتب they، بنشيل النون وبنعوض عنه بالبروناون زي ما انتوا عارفين. They are كيامية and carpet making. طيب يا ميس اللي عاوز يكتب كيامية and carpet making برضو صح، هنا هنكتب number four. بعد كده عندنا number five، why did tent makers create كيامية؟ ليه صناع الخيام أنشأوا أو عملوا الخيامية؟ ليه يا ولاد؟ يلا بينا نطلع فوق ونشوف. To decorate huge tents، عشان يزينوا الخيام الضخمة. For weddings، عشان حفلات الزفاف and other family occasions، وكمان عشان المناسبات العائلية الأخرى. هنكتب من أول to، طبعا انتوا عارفين ان why بنجاوب عليها لاما بتو والانفينيتيف او ببيكاز وجمله كامله. مين اللي موجود هنا عندنا يا ولاد؟ تو والانفينيتيف. هنا هنكتب نمبر 5، بس ال 5 هتتكتب بعيد شويه عشان اللاين بتاع اجابه نمبر 4. عندنا بعد كده ايه؟ سؤال ذا ريدر، سؤال الستوري. Read and write true or false. Number 1، the pattern has several layers of cotton،
النمط بتاع صناعة الخيامية كان بيتكون من 7 طبقات من القطن. طبعا فولس، الكلام ده غلط. نمبر 2، جراندبا لايك سوينج لوتس فلاور اند جيومتري باترنز. الجد كان بيحب ان هو يخيط ازهار اللوتس وكمان الاشكال او الانماط الهندسية. ترو، choose the correct answer. grandpa was sad because his not aren't good now. الجد كان حزين عشان ايه؟ ما بقاش كويس دلوقتي، عشان عينيه، عشان his eyes، عينيه ما بقتش كويسة دلوقتي، ما بقاش بيشوف كويس. number 2، زينب traveled to her grandparents by. زينب سافرت لأجدادها، سافرت لجدها وجدتها بإيه؟ by train، بالقطر. choose the correct answer. number 1، where not food go after we swallow it. الأكل بيروح فين بعد ما احنا بنبلعه؟ دي حقيقة، يعني السؤال هنا بيعبر عن الحقائق. طيب مين الزمن اللي احنا بنستخدمه لما بنتكلم عن الحقائق؟ زمن المضارع البسيط. يبقى لإما نختار do أو does، عشان do و does هما الأفعال المساعدة اللي احنا بنستخدمهم في زمن المضارع البسيط. مين اللي هيحدد؟ الفاعل، السبجكت. عندنا food اسم مفرد، يبقى هنختار does، عشان does هي اللي بتروح مع الاسم المفرد. number 2، this book is not my grandpa gave it to me. جدي الدهوني، يبقى الكتاب ده ملكي. احنا هنا محتاجين ايه؟ ضمير ملكية، عشان ضمائر الملكية هما اللي بيجوا في اخر الجملة. ضمير الملكية من مي؟ ايه بقى؟ مي ضمير مفعول، ضمير الملكية منه mine. this book is mine، الكتاب ده بيكون ملكي. my grandpa gave it to me، جدي الدهوني. number 3، elephants are not than dog. عندنا than، يبقى هنا في ايه؟ comparative، مقارنة. يبقى هندور على الصفة اللي اخرها er، نختار bigger. number 4، we not to Aswan last year and so the high dam. عندنا last وكمان عندنا so، فعل في الماضي. يبقى الفعل اللي احنا هنختاره هيكون فين؟ في الباست، في زمن الماضي البسيط. عندنا الفعل travel، التصريف الثاني منه او زمن الماضي البسيط منه traveled، عشان ده فعل regular، منتظم. number 5، she is the not girl in the class. عندنا ذا وعاوزنا نختار صفة، يبقى هنا في ايه؟ superlative. يبقى لازم الصفة اللي احنا نختارها يكون اخرها est، يبقى الاختيار الصح tallest. عندنا بعد كده السؤال number 6، put the words in the correct order to make sentences. number 1، folk music lots Egypt has traditional of. Egypt، مصر مالها؟ has، بيكون فيها lots of، كثير من، كثير من ايه؟ traditional folk music، كثير من الموسيقى التقليدية الشعبية. number 2، often we play tennis school after. we often play، احنا غالبا بنلعب، بنلعب ايه؟ تنس. امتى؟ after school، بعد المدرسة. حابة بس اقول حاجة، لما يكون عندنا اي فعل غير verb to be ويكون عندنا ظرف من ظروف التكرار اللي هما الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط، لازم يا ولاد الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط اللي هم ظروف التكرار يتقدموا وييجوا قبل الفعل، تمام؟ طيب لو verb to be، لأ verb to be قول لهم معلش سوري أنا لازم بقى أجي قبلكم، ماشي؟ number 3، the blue the whale in sea lives. the blue whale، الحوت الأزرق ماله؟ محتاجين verb. lives، بيعيش، بيعيش فين؟ in the sea، بيعيش في البحر، in the sea. يبقى سي نمبر 7. آخر سؤال، write a paragraph عن إيه؟ your favorite animal، الحيوان المفضل بالنسبة لك. ومدينا guiding elements، عناصر إرشادية عبارة عن أسئلة. من خلال الإجابة عن الأسئلة دي هنعرف نكتب الباراجراف. أول سؤال، what is your favorite animal؟ إيه هو الحيوان المفضل بالنسبة لك؟ where does it live؟ طيب هو بيعيش فين؟ what does it eat؟ هو بياكل ايه؟ يلا بينا نرجع ونروح اخر الكتاب ونقرا مع بعض الباراجراف. يلا بينا. الباراجراف سهل جدا وصغير جدا. بيج كام بقى؟ يلا نشوف. بيج 261 في كتاب المعاصر. My favorite animal، الحيوان المفضل بالنسبه لي. My favorite animal lives in the sea، بيعيش في البحر. It's the crab، الكابوريا. ممكن تكتب اي حيوان انت بتحبه. Crabs are invertebrates، الكابوريا بيكونوا من اللافقاريات. They have hard shells، عندهم صدف قوي. ليه؟ For protection، عشان الحماية، عشان يحميهم.
they can swim well، بيقدروا إن هم يسبحوا بشكل جيد. they feed on small fish، هم بيتغذوا على السمك الصغير، يعني هم بياكلوا الأسماك الصغيرة. also they are of different colors، وكمان ألوانهم بتكون مختلفة. هقف معاكم لحد هنا، وإن شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ في شرح يونت 4 في كونكت بلس. سايبالكم لينكات الجروبات بتاعتي التليجرام في الديسكريبشن.